تود سويت نحكيو على نحكيو اليوم على المطر حقيقه، نحكيو على غيث النافع من شمال الجنوب. كما قلت شفنا سيلان عدد من الاوديه من شمالها الى جنوبها في مشهد عندنا سنوات الحقيقه ما شفناش، واحنا كنا عايشين على وقع الجفاف السنين اللي فاتت هذيا الكل، لكن الحمد لله ربي رحمنا، ربي عطى خيره، شلالات كسرى الجميله تعود اليها الحياه بعد سنوات من الجفاف. تصاوروا فيديوهات الحقيقه اثرت برشا اعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي فيها توت سويت. مرحبا، نحكي مع شعبان الحمزاوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بكسرى. مرحبا سي شعبان، شو احوالك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. امطار خير الحمد لله، ربي يعطي خير في كل المناطق. الحمد لله رزقنا ربي بالغايه النافع، حياه البلاد ورجعت من السيلان للشلالات في كسرى، والناس الكل فرحانة معنا بالغاية الناس على الجانة، معنا وحمنا ربي وبعد سنوات طويلة من الجفاف، والناس الكل فرحانة معنا نساء ورجال كبار وصغار، ثم معنا حيوية كبيرة في البلاد المدة هذه ونسب الأمطار. شنو الوضع توا في الشمال الغربي؟ احنا الوقت الحاضر معنا كثرة، معنا هي مدينة فلاحية. مدينة فلاحية بامتياز، معناها توا الناس الكل معناها شابة في زراعة كبرى. أي؟ الناس عطت على زراعة كبرى، رغم اللي معناها تم عندنا شوية إشكاليات صارت معناها نظرا نكونوا معناها مركز تجمع الحبوب في كثرة، وزير البذور غير متوفرة معناها في كثرة دائمة، وحاولنا معناها مع جميع المسؤولات معناها المحلية والبيئوية نحاول نوفروا الشيء هذا. معناتها نقول معناها حوالي 80% من المواطنين حصلوا على البذور، عندنا شويه نقص في الدياطين. الامطار هذه معناها باش تكون معناها مفيده سيرتو على كون ثم الحشائش باش تنبت، مش معناها اصحاب الاغنام والابقار معناها المراعي معناتها توجد المراعي نتاعهم من شراء الاعلاف. وفما توا امطار قاعده في الوقت الحالي تنزل ولا لا توا؟ ايوا امطار، انا نتكلم معكم كرتب. اي الحمد لله. عدة ايام معناها كرتب متواصله. الحمد لله يا ربي. الشلالات معناها رجعت في مكان. قداش عنده الشلالات ما شفتوش المنظر هذايا اللي احنا نشوفوا فيه توا في الفيديو؟ حوالي 4 سنين. معناها 4 سنين. هاي. 4 سنين نذكر الشلالات هذيا معناتها التوانسه جوها مختلف ولايات الجمهوريه باش يتفرجوا. خذات كسرى هي مدينه سياحيه، خذات تاخذ في طابع سياحي ولا معناها برشا سياحه داخليه يجوا من سيرتو احنا في عطله. كسرى معناها تشهد الشيء هذا، كسرى مثلا بدا يصب فيها ثلج، للاسف السنه مازال ما صبت الثلج، اما من العاده يصب فيها ثلج تجي الناس تصور في الثلج و العطلة مازالت طويلة والشتاء مازال طويل، توا ربي يعطي خيره. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله. هاي معناتها تتوقعوا قدوم عدد كبير من السياح الجمعة السياحة الداخلية بعد عودة الحياة إلى الشلالات؟ اي بالنسبة هذه معناها جونا ديما خصوصا معناها الرحلات الكندية جو من كل بلاد الفلسطينية وجو معناها عدة ايامات بعيد في كسرى، وعندنا معناها اقامات معناها مؤنة منازل في ميزاندات يسكنوا بعض الناس، وعندنا دار الشباب معناها تستوعب 29 سرير. معناها اللي يجي لكسرى يلقى وين يبات ويلقى الإقامة الباهية ويلقى الأماكن الجميلة معناتها في كسرى. نحكي شوية فلاحة بما أنك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، شو ما الزراعات توا اللي باش تعملوهم معناتها سي شعبان؟ كسرى نضعوا فيها الشعير والقمح والقصيبة إن شاء الله، معناتها سنة نجم في ظل ربي عطى خير، وإن شاء الله نحكيو شوية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الوضع الصعيب نتاع الحبوب. الذاتي زيادة بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. عاملة ولا خصوصا عندنا أهم حاجة أخرى هي عندنا إنتاج التين، كسرى معروفة بإنتاج التين، والأمطار هذه معناها الابار معناها تولي معناها تتغذى الابار تولي فيها الماء، والعيون توا معناها برشا عيون معناها ولوا يجروا من الزيت، عادة ما يستعملوا معناها في التين، وعندنا في التين زاد الزيت
زيت معناها نوعيه ممتازه من الزيت معناها في كسرة. الزيت بتاع كسرة معناها معروف في الجمهوريه وحتى في التصدير عندنا. ما وقداش يتباع توا الزيت عندكم في كسرة؟ في كسرة ب 22 22 دينار أرخص من برشا بلايص الحقيقة لأنه يعني وصل 25 دينار زيت الزيتون. الزيت ما عن معروف هو عن زيت كسرة وزيت اللاس. زيت كسرة وزيت؟ اللاس في سرس. آه سرس هاي؟ زيت كسرة. هاي؟ هذا معناها زيتونها نابت على حجر وزيتون معناها ممتاز وبيولوجي. اها. وبكر. و 22 دينار لترة معناتها. 22 دينار موجود. واضح، يعطيك الصحة تحياتي. كمية كبيرة ربما أقل. هاي يطيحوا له في السوم، معناتها مش ياخذوا العوله يطيحوا له في السوم. مش ياخذوا العوله ينقصوا له بطبيعة الحال. عندنا توا معناها في السياح يجون ياخذوا الشريحه نتاع الكرموس. اي موجوده معناتها. اي معروفه كسره بالتين نتاعها معناتها كرموس نتاعها. ان شاء الله الناس كل تزور كسرة المدينة الجميلة الرائعة بعد عودة الحياة اليوم للشلالات متاحة. شكرا يفضلك سيد شعبان الحمزاوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بكسرة، تحياتي ليك. معنا جوهرة الحناشي أصيلة كسرة، شكرا يا جوهرة. أدخل أهل كسرة أهل الجود والكرم، تلقى الكرموس تلقى كل شيء، يعطيك الصحة وتحياتي ليك وشكرا على الدعوة. أدخل أميرة الجبال كسرة والجوهرة المنسية من وزارة السياحة، إن شاء الله بالوضع الجديد هذايا والتصاور الميزانيين هذوما، الحقيقة الناس الكل تنجم تمشي للشمال الغربي في العطلة هذايا وتتمتع بجمال المشاهد اللي كنا نتفرجوا عليها في المباشر. شكرا للجميع، مرحبا بك بسمة عزيز تقول طقس بارد بارد ماهوش نورمال الحقيقة، تقول جمدنا بالبرد، لطف عليكم. مرحبا بالناس الكل باردة الحقيقة في كل مناطق الجمهورية، لكن